حاجة أنا عايز أقول لحضراتكم إن الماتش كان جيد على فكرة، إحنا أدينا أداء رائع جدا، وفي نفس الوقت كان في برضه، أنا مش هخش في الشق ده خالص، بس في بعض التعليقات اللي كانت يعني إيه مضحكة للأسف الشديد، بصراحة هي مضحكة جدا. ونرجع نقول تاني، اللي عايز إن هو ينظر أو اللي عايز إن هو يحلل، على الأقل يعني يكون شارك في البطولة اللي هو بينظر عنها يعني. طبعا هنتكلم إن دايما زي ما إحنا متعودين وزي ما إحنا كلنا يعني واخدين على كده، والتاريخ كمان هو اللي بيقول كده، ان الاهلي دايما بيفوز او بنسبه كبيره جدا، بس مش معنى، ونرجع نقول تاني، اننا نخسر ماتش اننا نطلع او نطلع ان احنا نبرر. عادي جدا يا جماعه على فكره، يعني اللي بيحصل ده عادي جدا، هي دي كره القدم. احنا امبارح قدمنا مباراه زي ما انا قلت مع فريق عالمي، انت بتتكلم عن بطل اوروبا، ومش بطل اوروبا عادي، هو كان بيفوز يعني سكورز غريبه بصراحه، اول مره كنا نشوفها. بس لو احنا هنتكلم عن الاهلي، احنا قدمنا اداء كان دفاعي جيد جدا، وقدمنا ماتش في الشوط الثاني تحديدا اعتقد كان جيد جدا.